تحية طيبة مشاهدينا مجددا. واشنطن تطيل أمد الحرب في أوكرانيا، لا تكتفي بذلك بل تستفز الصين وتسعى لإقامة ناتو آسيوي. هذه جوانب من الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معرجا على ملفات إقليمية ودولية عدة تزامنت وتجربة أجرتها الولايات المتحدة لصاروخ عابر القارات من شأنه حمل رأس نووي، ومناورات تنظمها مع اليابان وكوريا الجنوبية في المحيط الهادئ. خطوات تأتي بعد يوم من زيارة أمريكية لتايوان ما أثار حفيظة الصين. ماذا تعكس تصريحات بوتين وأفعال بايدن الأخيرة؟ هل تتوسع رقعة المواجهة بين الشرق والغرب وتأذن بنهاية عالم القطب الواحد كما بشر الكرملين؟ بوتين. الرئيس الروسي بوتين ينتقد واشنطن مشيرا إلى أنها تزعزع الاستقرار وتثير الفوضى عن قصد في العالم. سيد الكرملين اتهم البيت الأبيض بالاستفزاز وعدم احترام سيادة الدول والتسبب باندلاع نزاعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مناطق ترغب روسيا بتعزيز علاقاتها مع دولها كرد فعل على العزلة الغربية في أعقاب حرب أوكرانيا. الجيش الأمريكي من جانبه أجرى اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل سلاح نووي، بعدما قال بوتين قبل أشهر إنه يجب وضع النووي الروسي في حالة تأهب. تهديد دفع اليابان وكوريا الجنوبية إلى إصلاح العلاقات وانضمامهما ضمن ما وصف بالناتو الآسيوي إلى الولايات المتحدة في مناورة لكشف وتعقب الصواريخ الباليستية. خطوة تأتي تزامنا مع إجراء الصين أكبر مناورات عسكرية حول تايوان في تاريخها، وقامت بمحاكاة عملية حصار للجزيرة، كما وصلت سفينة أبحاث صينية إلى ميناء جنوبي سريلانكا تديره بنفسها في ضربة للمخاوف الهندية والأمريكية. تطورات يرى خبراء أنها ستصب في النهاية في خانة توسع الخلاف بين الشرق والغرب عموما. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس سيد بيير لوي ريموند أستاذ العلاقات الدولية والإعلامية الفرنسي، ومن واشنطن السيدة داليا العقيدي كبيرة الباحثين في مركز السياسات الأمنية، ومن موسكو ينضم إلينا دكتور محمود الأفندي المختص بالشأن الروسي والأستاذ بالأكاديمية الروسية في موسكو. أبدأ معك دكتور محمود، بوتين لم ينتقد زيارة بيلوسي والوفود الأمريكية لتايوان فحسب، بل تحدث اليوم مركز على ناتو آسيوي، عما يتحدث بالتحديد؟ ما الذي يقصده برأيك هنا؟ أول شيء سعد مساك صديقي وللأخوة المشاهدين وضيوفك الكرام. طبعا كلام الرئيس بوتين واضح، هو ناتو بالفعل آسيوي، يعني تريد الآن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله في آسيا، أن تجيش كل الدول الآسيوية. نعلم جيدا أن هذا الخليج الآسيوي هو بالأصل خليج معسكر، يعني يريد الآن أن يجعلوا من الصين بعبع أو وحش كما جعلوا من روسيا فعليا كوحش لضم أو جعل نفس الطريقة الأوروبية، يعني لضم أكبر عدد دول محتملة إلى حلف الناتو لإنتاج ما يسمى ناتو آسيوي ضد الصين، يعني كما شيطنت روسيا في أوروبا تريد أن تشيطن الصين في آسيا. هي منقول هي آخر، فينا نقول هي آخر نقطة أو آخر مرحلة الولايات المتحدة الأمريكية فقط لتصبح أو تتمسك بهيمنتها. يعني فعليا إذا الصين بدأت بعملية عسكرية في تايوان فعليا ماذا سيحصل؟ سيحصل أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفقد هيمنتها على العالم بشكل كامل، وخصوصا أمر مهم جدا، يعني حتى زيارة بيلوسي نفسها بيلوسي غير مقتنعة فيها، يعني حتى لما جاءت تصور لما رجعت الولايات المتحدة الأمريكية مع تمدح في الصين وتقول على نظام شمولي من حوالي 100 سنة تقول هي قلب الديمقراطية العالمية، الديمقراطية هي الصين، يعني فعليا هي ذهبت ولا تعلم، هي وبعثت إلى، يعني يقولون هي قرارها ليست قرارها، هو قرار الولايات المتحدة الأمريكية أن تشعل هذه المنطقة لإنتاج ما يسمى ناتو آخر لفصل الهيمنة. يعني ماذا يعني حلف الناتو؟ إذا رأينا الآن حلف الناتو في أوروبا، انظر إلى عدد الجيوش الأوروبية وانظر إلى عدد القوات الأمريكية، عدد قوات أمريكا تفوق عدد الأوروبيين، هذا فعليا احتلال عسكري واقتصادي وسياسي. يريدون نفس الشيء في الصين في آسيا، إذا أصبح هذا الشيء في آسيا عن طريق اليابان وكوريا الجنوبية ويمكن عن طريق فيتنام وعن طريق أي دولة سوية
تخاف من الصين الآن يمكن أن تبدأ تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو لحلم تسميه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا فعليا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في كل هذه المنطقة، ونعلم هذه المنطقة بالأساس هي مشتعلة حروب منذ حوالي مئات السنين. يعني إشعال هذه المنطقة الآن لا أحد يستطيع أن يطفئها، هذا أمر خطير جدا تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني فعليا الرئيس بوتين كان واضح اليوم، هذا القرار وضع فقط واحد لإنشاء ناتو هذا رقم، واثنين لزعزعة الاستقرار، لما يسمى استمرار هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على دول العالم عن طريق عسكرتها وتسليحها. طب أعود لك دكتور محمود، وقبل أن أتابع مع ضيوفي أنوه إلى هذا الخبر العاجل والذي نراه أسفل الشاشة، الخارجية الأمريكية تقول قبل قليل أن القضايا الكبرى المتعلقة بالعودة للاتفاق النووي مع إيران قد تمت تسويتها، وسوف نوافيكم بالمزيد في حال ورود تفاصيل أكثر. وأذهب إلى سيدة داليا. سيدة داليا، استمعتي لما قاله بوتين اليوم؟ سيدة داليا هل أنت معي؟ نعم سيدة داليا ليست معي، أتوجه للسيد بيير لوي ريموند. سيد بيير، يعني أصبح الكلام يتزايد ويتعاظم حول نظام عالمي جديد، وبوتين تحدث اليوم عن عالم أكثر ديمقراطية. سنعود لك سيدة داليا. سيد بيير، الحديث يزداد حول نظام عالمي جديد وعالم أكثر ديمقراطية بحسب ما يقول بوتين والعولمة الغربية وما إلى ذلك، ما المقصود من وراء كل هذا الكلام في ظل التطورات الحاصلة في الساعات والأيام الأخيرة؟ أولا هناك مجموعة من المحاور في السؤال الذي طرحته، لأن الحديث وإن كان يتعاظم ويتزايد عن مسألة النظام العالمي الجديد ومسألة نظام متعدد الأقطاب، فليست هذا المصطلح ليس وليد اليوم. مسألة أنه هيمنة الصين، يعني كنا حتى نطرح المسألة منذ يعني نهاية القرن الماضي. ما فاق من الأمور وما زاد منها طبعا هو المشهد الذي نشهده الآن مع الصراع على النفوذ الذي تكرسه روسيا وتكرسه الحرب في أوكرانيا من ناحية، ومن ناحية أخرى بطبيعة الحال البحث عن مجموعة لنقول منافسة لما اصطلح على تسميته بالمجتمع الدولي. بمعنى وأنتم ذكرتم في التقرير تقريبا جميع البلدان التي تسعى إلى فرض نفسها بطريقة أو بأخرى، لأن مسألة الناتو الآسيوي حتى وإن كان يمكن للمراقبين أن يقرأوا فيه مسعى أمريكيا لاستعادة نفوذ يراه مفقودا، كل الإدارات الأمريكية على فكرة تطرح مسألة النفوذ الأمريكي على المحاك، والآن الواجهة التي نجدها هي فعلا مسألة بروز عمالقة جدد على المستوى الاقتصادي. وإذا كانت زيارة نانسي بيلوزي إلى تايوان تنخرط في تثبيت المسعى الليبرالي في الواقع في المنظومة الآسيوية، وهذا المسعى الليبرالي الذي يمكن استشفافه أيضا في هذا المسعى إلى ضم كوريا الجنوبية، كل من كوريا الجنوبية وتايوان وأيضا الهند إلى المعسكر الأمريكي. نرى بأن رغم المسعى الأمريكي إلى خلق معسكر آسيوي جديد، ستظل هذه الجزئيات، يعني هذه البلدان لن ستركض حتى وإن كان منزعها منزع أمريكي ومنزع ربما ليبرالي، منزع أطلنطي لنقول أكثر أمريكي، سترفض رفضا كليا كان الأمر متعلقا بتايوان أو باليابان أو بالهند أن تدور في المدار الأمريكي بنشوء عالم متعدد الأقطاب. يعني أن عالم متعدد المدارات قد قام الآن وانتهت مسألة سأعود لك يا سيد، وأيضا أشير إلى الأخبار العاجلة المهمة والمتلاحقة. الخارجية الأمريكية تضيف على ما سبق إنها أطلعت شركائها ومن بينهم إسرائيل على تطورات المفاوضات النووية الإيرانية ومسودة الصيغة النووية، وتؤكد أن الحرس الثوري ليس ضمن أي اتفاق. وأذهب إلى دكتور محمود. دكتور، لدينا معاهدة ستارت 3 ولم يمدد التفاوض حولها بين الجانبين الروسي والأمريكي، واليوم الولايات المتحدة أجرت اختبار الصاروخ، هذا ألا
يقلق الجانبين هنا ولا يثير مخاوف التهديد الاستراتيجي وربما النووي، لأن هذه خطوة سبقتها أخرى شبه روسية. أول شيء هذا فعليا يعني بدأت الولايات المتحدة الأمريكية من زمن سابق بدأت بالخروج من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى وقريبة المدى، وأيضا الرئيس ترامب خرج من عدة اتفاقيات، وعندما عاد الرئيس بايدن بدأت نيو ستارت من جديد. ولكن فعليا اللي يحصل الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تطبيق هذه الاتفاقية. يعني على سبيل المثال هناك عملية تفتيش من الجانب الروسي ومن الجانب الأمريكي، يعني الفريق روسي يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليرى عدد الرؤوس النووية والصواريخ وكذا وسجلها وإتلاف إن كان بحاجة إتلاف أو بحاجة بالعدد، ووفد أمريكي يزور. لما طلبت روسيا أن تزور الولايات المتحدة الأمريكية قالوا عليكم عقوبات ولا تستطيعوا أن تزوروا الولايات المتحدة الأمريكية، وطلبوا بنفس الوقت طلب زيارة روسيا، فروسيا ردت بالمثل. فعليا هذا التصعيد فعليا سيؤدي إلى خطورة التسليح أكثر بأكثر، لنعود إلى السبعينات من القرن الماضي. هذا أمر مهم جدا. الولايات المتحدة الأمريكية فعليا أضاعت البوصلة. هناك كلمة مهمة البارحة قال عميد الدبلوماسية العالمية هنري كيسنجر، ما قال؟ لقد أضاعت الإدارة الأمريكية البوصلة السياسية، يعني تتصرف به كطفل صغير نوعا ما في أصل جنوني. يعني تستعمل فرص، يعني دكتور سفاتي إلى هذه الجزئيات التحليلية، لكن اليوم الولايات المتحدة أجرت اختبارا لصاروخ عابر القارات من شأن حمل رأس نووية. روسيا كيف تنظر إلى هذا الموضوع علما أن الولايات المتحدة أطلعتها؟ طبعا هي طلعتها اجباري، كل تجربة يجب أن تطلع الدولة الأخرى حتى لا تراقب. ولكن فعليا هذا الصاروخ لن يؤدي إلى شيء، لأنه الصواريخ الروسية كما قال الرئيس بوتين سابقا الصواريخ الأمريكية حتى ليس بسنة أو سنتين ولكن بعشرات السنين. فعليا الصواريخ الروسية لا تستطيع أن يرى الرادار. التفوق الصاروخي في روسيا هذا ما يجعل روسيا في اطمئنان نوعا ما. إذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية السلام ونزع السلاح النووي أو تخفيف السلاح النووي فأهلا وسهلا، هناك معاهدات، ولكن أن تطبق المعاهدة على طرف واحد فقط وتطبق على الطرف الآخر هذا أمر مستحيل. يعني انظر إلى ما يحصل في العالم الآن، طيارة استطلاع بريطانية البارح اخترقت الأجواء الروسية وطلبت أن تخترق وطلبت طلب رسمي. يعني كيف طائرة تجسس بريطانية وتطلب من الحكومة الرسمية ادخليني لأتجسس عليك؟ هذا ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية الآن. يعني ترفض الفريق الروسي وتريد أن تأتي إلى أمريكا أو تأتي إلى روسيا لتفتش على النووي. أي دولة في العالم تستطيع أن تقبل بذلك بهذه الشروط؟ فعليا نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أضاعت البوصلة، أضاعت البوصلة السياسية، أطلعت تتصرف بهستيريا نوعا ما. هذا فعليا ما أصبح من تصرفاتها خلال تايوان. يعني التصرف الكبير الخطأ اللي وقعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية هو التقارب الصيني الروسي. لو لا تصرف بلوسي الأخير الذي يعتبر ليس له أي مانع، تقاربت روسيا والصين لأصبحوا قوتين عظمتين في وجه الولايات المتحدة الأمريكية. فعليا الولايات المتحدة الأمريكية لم يصبح لها حليف الآن غير أوروبا، ونوعا ما اليابان، يعني ننسى اليابان لم تطبق بعض العقوبات على روسيا وكذلك كوريا الجنوبية. يعني فعليا أصبح للولايات المتحدة الأمريكية فريق أوروبي مهيمن عليه، وأوروبا الآن في مأزق سياسي، وضعوه في مأزق سياسي نتيجة العقوبات. يعني فعليا فينا نقول أنه هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية انتهت تقريبا، لن أقول إن بشكل كامل ولكن انتهت نوعيا، ونحن أمام يعني يبقى هذا الرأي الرسمي الروسي ولبعض حلفاء روسيا. طبعا هناك حلفاء آخرين بالأخص الولايات المتحدة الذين ما ينفكون على رفض المواقف والتوجهات الروسية. سيدة داليا آمل أنك صديقي، هناك دول مهيمن عليها. أعود إليك دكتور آمل أن سيدة داليا يعني تسمعني جيدا، لنعطي الفرصة لسيدة داليا. سيدة داليا هل تسمعينني؟ فضل سيدة داليا هل تسمعينني؟ نعم هل تسمعوني أنتم؟ أسمعك سيدة داليا. أسعدتم مساء، أنا لا أعرف من هم الضيوف ولا عن ماذا تتكلمون. الضيوف هم دكتور محمود الأفندي من روسيا المختص بالشأن الروسي، وأيضا سيد بيير لوي ريموند أستاذ العلاقات الدولية. وسيدة داليا كنت قد سألتك في وقت سابق عن اتهام روسيا لواشنطن بأنها تطيل أمد الحرب في أوكرانيا، لا هذا فقط، وإنما يعني هناك أيضا ضرب للاستقرار في أوروبا وفي آسيا. ما ردك؟
أولا أسعدتم مساء جميعا. يعني هذه اتهامات، اليوم نحن نرى اتهامات كثيرة، واشنطن نرى اتهامات كثيرة من موسكو، ونحن نرى أيضا التقارب الكبير بين موسكو والصين. لكن النقطة هنا أنه ليست الولايات المتحدة هي من تدفع بالحرب. يعني ما هي النتائج؟ لننظر إلى الحكومة الأوكرانية، ما هي النتائج التي يمكن على أساسها أن يتم أي اتفاق؟ اليوم القرم ما زالت، يعني اليوم تحت الحكومة الأوكرانية بدأت تفكر في أن شبه جزيرة القرم هذه أيضا نقطة جديدة. ثانيا، ما يعني ما هي التنازلات التي تستعد موسكو أن تقدمها؟ هل ستخرج من أوكرانيا؟ هل ستفض هذا الغزو وتعود إلى مكانها؟ بالتأكيد لا. فمن هنا، من هو السبب في إطالة هذه الحرب؟ هل هو الأوروبيون والأمريكيون، أم هم فعلا الروس وبقائهم على أرض غريبة؟ نعم دكتور، أريد أن أبقى معك لأنك انضممت إلينا في وقت لاحق. سؤال كنت قد توجهت به إلى دكتور محمود، الصاروخ الأمريكي العابر للقارات، ما الغاية منها، علما أن الولايات المتحدة تجنبت إجراء هكذا اختبار في وقت سابق؟ يعني هو الاختبار لم يحدث أمس، هو حدث قبل فترة لكن لم يتم الإعلان عليه. كانت بالضبط القضية، لماذا لم يتم الإعلان عليه آنذاك؟ حتى لا تعتبر روسيا أو بوتين إنه هذا هو تهديد موجه إلى. التجارب دائما تقام في دول عدة، ومن حق الولايات المتحدة أن تقيم على، أو بالعكس الولايات المتحدة أو واشنطن فكرت كثيرا قبل أن تعلن عن هذه التجربة. لكن لا ننسى أن الولايات المتحدة أيضا لديها حلفاء تريد أن تطمنهم، لديها رأي عام تريد أن تطمنه، وبالتالي بعد كل هذه الفترة، يعني من تقريبا 5 أشهر اليوم أو الآن، تعلن عن هذه التجربة للتأكيد للجميع بأن الولايات المتحدة لن تسكت، خاصة بعد التحركات الصينية. اليوم ما فعلته روسيا في أوكرانيا فتحت عقول الجميع وفتحت أعين الجميع على ما ممكن فعلا الصين أن تفعله في تايوان. فلذلك اليوم أصبحنا نرى القضايا بشكل مختلف نوعا ما. نعم سيد بيير، أيضا بتزامن مع كل هذا انطلقت مؤخرا مناورات باسم التنين مشتركة بين الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، اليابان في المحيط الهادي، يترافق مع الاتهامات الروسية بإقامة ناتو أسيوي كما سماها. ماذا يعكس هذا برأيك؟ مسألة اختبار ومجموعة باسم التنين، هذه التسمية ليست تسمية جديدة على الفكرة، لأن التوجه الاقتصادي عندما نسمع التنين أمر واضح. أعتقد أن المسألة الأساسية القائمة الآن هي إقامة قطب مضاد في المنطقة الآسيوية. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إظهار بأن المنطقة الآسيوية لا تنخرط في مجرة واحدة، وهي المجرة المفروض أن تتحكم فيها كل من روسيا والصين. هناك محاولة واضحة بانتزاع الواجهة الليبرالية من القطب الآسيوي، من الواجهة التي تسعى روسيا إلى إقامتها في منطقتها الشرقية. ونحن نتحدث هنا طبعا عن المفهوم الأورازي الذي يسعى بوتين وأيضا من سبقه إلى فرضه كتكتل يتجلى فيها النفوذ الجيوسياسي الروسي والاقتصادي، ومن ناحية أخرى انتزاع المنطقة الآسيوية من هذه الواجهة التي نودر إليها، وكأنها منطقة محروسة صينيا، وهذا ليس صحيحا عندما نتحدث عن تايوان، عندما نتحدث
كوريا الجنوبية وعندما نتحدث عن اليابان. وعلى فكرة هذه الدول الثلاثة بقيت في الحقيقة في منطقة من المسكوت عنها في هذه الأيام الأخيرة، بينما من محددات التنانين أنها تصعد وتعود لتطفو إلى السطح في تلك اللحظة التي لا نتوقعها، وهذا يدل على أن هناك عمل غير علني أمريكيا تحاول عبره أمريكا إلى فرض قطب اقتصادي لجراري أسيوي، وهذا من مغازي الناتو الأسيوي التي تسعى إليه قمت. نعم دكتور محمود، يتوازى هذا أيضا مع خلاف روسي إسرائيلي، خاصة الآن وإسرائيل يقود رئيس الوزراء الانتقالي يائير لابيد الذي هو أقرب للغرب والأبعد من بوتين. اليوم رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قال أو اتهم الولايات المتحدة أنها تريد تحويل سوريا إلى ساحة صراع بين إيران وإسرائيل. لماذا ولماذا في هذا التوقيت؟ وهل هذا مؤشر لتقليص التنسيق مع إسرائيل نكاية بالولايات المتحدة أيضا؟ طبعا يعني هذا أمر واضح، يعني كانت روسيا واضحة في هذا الكلام، يعني فعليا المعلومات الاستخباراتية اللي تأتي الآن لإسرائيلية عن طريق استخبارات أمريكية وتريد تشعل النيران بين الطرفين لجعل سوريا منطقة صراع، لأنه فشل لأنه فعليا العالم كيف ينظر العالم العربي؟ العالم العربي يعني ما هو القطب؟ القطب هو ينظر إلى دول أخرى. روسيا أصبحت قطب، روسيا زرعت السلام في سوريا واستطاعت إيقاف العملية إيقاف الحرب التي دامية حوالي سبعت من سنوات، وعلفيا دعمت الحكومة السورية لاسترجاع أراضيها. ما حصل الآن؟ تريد الآن أن تشعل هذه المنطقة لتقول العالم روسيا فشلت. يعني روسيا الآن نرى الدول العربية كلها إن كانت السعودية أو الخليج العربي ينظر روسيا بأمر آخر، أن روسيا تزرع السلام في أي منطقة تدخلها، ولكن أمريكا تزرع الحروب. تريد أمريكا أن تعاكس هذه النظرية عن طريق جعل من سوريا أرض للمعركة بين إيران وإسرائيل. هذا أمر تعرفه جيدا وتعلمه روسيا، لذلك دائما روسيا تحاول أن تقنع إسرائيل إذا لها لديها أي قلق من طرف إيران تقول لها، ويتكلم الحكومة السورية لإزالة هذا القلق. ولكن هذا القصف غير الموضوعي دائما على سوريا لن يؤدي غير للتصعيد. يعني نرى مؤخرا، يمكن أن تذكر لي ما مهمة الآن الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا؟ ما مهمتها؟ داعش قد انتهت وهي موجودة في الشمال الشرقي، موجودة في التلف. لماذا موجودة في التلف؟ بس لمباشرة واحدة، لإنتاج ما يسمى إرهابيين. يعني فعليا إذا ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من سوريا ستخرج إيران، لأنه إذا ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية فعليا زي عم السلام إلى سوريا، توقف العملية العسكرية، توقف الحرب بسوريا، إيران ستخرج، ليس هناك أي داعي لوجودها. ولكن الولايات المتحدة توجد في سوريا فقط لأن تتواجد إيران، والهجوم على التلف امبارح كان أيضا من طرف الإيراني. يعني فعليا وتدريب كل القوات، تدريب قوات إرهابية في هذه المنطقة. يعني دائما الولايات المتحدة الأمريكية ترعى الإرهاب في كل دول العالم فقط لإنتاج النزاعات، لفك لما يسمى فض العلاقات. يعني الآن في روسيا وإسرائيل لها علاقات قوية، وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، ودولة إسرائيل علاقات قوية دائما، وخصوصا بعد التسعينات. طيب أريد سؤال أخير ومهم جدا. إشعال الفتيل. نعم سؤال أخير ومهم جدا، لكن أريد يعني أن أعتذر منكم وأن أنقل الموضوع قليلا. سيدة داليا، الولايات المتحدة الآن تقول جهود إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران في مرحلة نهائية، ماذا يقصدون؟ يعني اليوم قبل قليل يعني عندما كنا على الهواء سمعنا، أعتقد بأنه كانت هناك ردود فعل على الجواب الإيراني بالنسبة لهذه القضية بالذات. اليوم إيران لا تهتم في متى يحصل هذا الاتفاق أو لأسباب كثيرة. أولا روسيا تشتري النفط من أو الفيول يعني من إيران وبأسعار عالية، لأنه سعر النفط اليوم غالي، وبالتالي هناك مصادر تأتيها، فليس لديها استعجال. أما بالنسبة لإدارة بايدن فالوضع نفسه، ممكن أن يدفع بهذا الاتفاق وتستمر المفاوضات والطرفان يبقيان الباب مفتوحا أمام هذه المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات النصفية، فذلك هو الأمر
أنجح بالنسبة للطرفين الإيراني والديمقراطي في البيت الأبيض. نعم سيدة داري، هناك من يتوقع أن الاتفاق يعني ربما تفصلنا عنه ساعات. أنا لم أسمع بالضبط ماذا قال، أعتقد بأنه لا هذه تحليلات، لكن الخارجية الأمريكية قالت أنه تم تسوية الأمور الكبرى، هذا قبل قليل. للأسف انتهى الوقت، سوف نتابع معكم هذا الشأن وملفات أخرى طبعا في فرص ومناسبات أخرى. أشكركم جميعا ضيوفي، كانت معنا سيدة داليا لاقيدي كبيرة الباحثين في مركز السياسات الأمنية بواشنطن، ومن موسكو دكتور محمود الأفندي المختص بالشأن الروسي والأستاذ بالأكاديمية الروسية، بالإضافة لسيد بيير لوي ريموند أستاذ العلاقات الدولية والإعلامية الفرنسي من باريس. شكرا جزيلا لكم جميعا، وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام نشرة هذا المساء. شكرا طيب المتابعة، إلى اللقاء.